الكاتب الجهوي نقابة اتحاد عمال المغرب قطاع المركبات النفعية اليوم كنت واجد أمام مصلحة الأمن بتيزنيت من أجل واحد سائق مهني من المهنيين التابعين لنقابة اتحاد عمال المغرب وقفوه النجدة سيارة نجدة وقفاته وجينا بواحد العدد كيتجاوز 60 تقريبا مركبة نفعية الآن كنتواجدوا أمام مصلحة الأمن بتيزنيت والإخوة الآخرين راه باقيين كيلتحقوا لنا في الطريق باقيين مازال ما وصلوش غيوصلوا ان شاء الله الا كان شي حل ان شاء الله راه غادي نمشيو يعني كلها يمشي الحال السبيل ديالو وغنديروا الحل لهذا المشكل هذا وتحيه لكم وشكرا جزيلا. درتوا شي حوار مع كاين الكاتب الوطني الان كيتواجد داخل المصلحه يعني في حوار مع المسؤولين هنايا باش نوصلوا للحل وحنا الان كنتظروا الحل كنتظروا انه يخرجوا عندنا هنا يعطونا شي حل شنو غيدار شنو هو الاجراء اللي غيكون ان شاء الله. بارك الله فيك. معكم عزيز الجازولي كاتب الوطني نقابه اتحاد عمال المغرب قطاع المركبات النفية. اول حاجه كنشكر هاد الاخوان اللي حضروا باش يغطيوا هذا الحدث هذا. بالنسبه لهاد الوقفه وهاد الشيء كتشوف هما مهنيين ديال نقل العمال الزراعيين بالمركبات النفعية. اليوم وقع واحد مشكل بسيط هنا في مدينه تيزنيت والاخوان كلهم ديبلاصاو تضامنوا مع هاد المهني هذا. الحمد لله راه الناس اللي مسؤولين لا 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 القطاع ولا الناس اللي حضروا المخالفه الناس لا مرضى بصراحه هما راهم كيطبقوا القانون ديالهم وحنا بحكم العرف راه عندنا عندنا حكم تعليمات عرفيه باش نديروا نقل العمال الزراعيين حتى ما نوصلوا الحل حاش حنا راه حنا براسنا ما راضينش على الوضعيه لان باش يهزوا الناس في المركبه النفيه ولكن ما كاينش حل بحكم انهم عندهم شرعيه تاريخيه كيقوموا بنقل العمال الزراعيين هذه ثلاث عقود تقريبا شي 30 سنه ولا 35 سنه باش كيقوموا بنقل العمال الزراعيين وحاليا المطلب ديالنا وراه كاين في الوزاره وديجا انا ديجا حضرنا الاجتماعات واستقبلونا السيد الوزير محمد عبد الجليل بخصوص هذا الموضوع هذا اللي كنطالبوا هو نقل هو باردون رخص استثنائيه نقل العمال الزراعيين ملي غناخذ واحد رخص استثنائيه غادي يقدروا يبدلوا هذه المركبات النفعيه بميني بيسات اللي كتليق بالعمال كما تيقولوا ولكن حاليا راه دفتر التحملات ديال نقل المستخدمين ما خدامش لينا حنا كمهنيين بحكم لي شارج اللي فيه حنا كنخدموا غير سيزونير ماده دفتر التحملات ما نطبقهاش وما يمكنش نطبق حاجه ما كيطلعش ما يمكنش يعطيك كونترا وهادشي كذب. المهم بخصوص الموضوع ديال اليوم غير واحد سوء فهم كان ما بين رجال الامن مع واحد السيد اللي شدو وجينا عند الناس وراهم استقبلونا مزيان وعاملنا مزيان وهادشي اللي كاين. شكرا للاخوان اللي حضروا.